وللحديث أكثر عن استمرار معاناة النازحين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. أهلا وسهلا بك مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك شيخ يحيى. بحسب مقام قضاء بعقوبة فإن إجمالي الأسر النازحة من قرى نهر الإمام بلغ 330 أسرة. السؤال هنا، هل ستجد هذه الأسر مستقرا آمنا ومريحا في بعقوبة برأيك في ظل طبعا الأوضاع، أوضاع النازحين الصعبة في مخيمات النازحين؟ لم تجد هذه الأسر النازحة البغدادية أي استقرار في بعثوبة أو في أماكن النزوح الأخرى في ظل سيطرة الميليشيات على المشهد الأمني وعدم قدرة ما تسمى الحكومة وجيشها وشرطتها تفعيل قراراتها بحماية أبناء الشعب، وفي ظل ما تعانيه آلاف الأسر الأخرى التي هجرت من مناطقها وتم إغلاق تلك المناطق للميليشيات وفعالياتها المهددة للأمن والاستقرار دون أي رادع وتحت أنظار المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدن. يعني هذه الأسر خرجت من دون أي شيء يعينها على احتياجاتها المعيشية، يعني هل الحكومة قادرة على أو ما مصيرهم هؤلاء النازحون في ظل ما تحدثت عنه عن عدم قدرة الحكومة على توفير متطلباتهم، وفي ظل أيضا تصريح سابق لوزيرة الهجرة والنازحين بأن الحكومة فعلا ليس لديها القدرة على دعم النازحين، ما هو مصيرهم؟ الحكومة لا تهتم بشأن النازحين لأنها حكومة تمييز طائفي فلا ترصد المبالغ اللازمة لاحتياجاتهم المعيشية البسيطة، وبالمقابل تصرف المليارات على فعاليات تافهة مثل مسرحية الانتخابات وعقد مؤتمرات قمم ودولية أو إقليمية لتبويب سرقاتها للمال العام وإغلاقه على جهات وميليشيات كانت وما زالت العائق الأكبر في استقرار العراق والمنطقة. لذلك فإن النازحين يعلمون فقد هذه الحكومات الطائفية وميليشياتها وأحزابها التي دمرت مناطقهم وسلبت أموالهم وممتلكاتهم وأوغلت بدمائهم. فالحكومة هي أن تغطي على جرائم هذه الميليشيات تجاه النازحين وتجاه المناطق التي سيطرت عليها هذه الميليشيات. نعم شيخ يحيى، يعني إذا كانت الحكومة غير قادرة على دعم النازحين فمن يتحمل مسؤولية هؤلاء في دولة يقول كما تعلم رئيس وزرائها إن خطط التنمية ستنقل حياة العراقيين؟ الحكومة تنفذ مشروع الاحتلال الرئيسي بتهجير أهلها سلب مدنهم مثل ما جرى بطرف الصخر والعوجة والمقدادية والطارمية والبكرية ومناطق كثيرة في ديالى وصلاح الدين ونينوى من لإحداث التغيير الديمغرافي. والخطط التي يتحدث عنها رئيس وزراء الميليشيات لا تعدو أحلاما، ولكن قسما منها يأخذ الموافقة من أسياده المحتلين لتنفيذها بما يخدم مصالحهم على حساب مصلحة العراق والعراقيين. لذلك على الجميع أن يتحمل المسؤولية من منظمات دولية ومنظمات محلية من التي يمكنها أن تقف إلى جانب النازحين في محنتهم هذه. يعني أيضا عائلات نهر الإمام والقرى التي تحيط بها يواجهون كما تعلم تعسفا مستمرا منذ المجزرة من الميليشيات لتهجير كل من تبقى من هذه القرى، يعني برأيك هل هناك خطات تتكامل سياسيا وأمنيا بين الوزيرة إيفان والميليشيات؟ حسما، ما جرى من جريمة بشعة في نهر الإمام وصمت مطبق لمسؤولي دكاكين الأحزاب وما تسمى الرئاسات دليل بأن الذي يجري مخطط له السيطرة على هذه المناطق وأن هناك مشروعا ينفذ برعاية الاحتلال وأعوانه، وإن العائلات النازحة هي من تدفع الثمن تجاه هذه الجرائم، وإن التنسيق يجري بين الميليشيات
ومؤسسات ما تسمى الحكومة الطائفية من أجل ارتكاب هذه الجرائم والتغطية عليها بحجة لا إمكانية للحكومة في الوقوف إلى جانب النازحين في هذه المحنة التي يمرون. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف أمين وسر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، شكرا جزيلا لك.